بسم الله الرحمن الرحيم. شان تأثير البارتيكل على أي جسم؟ عملنا بس بارتيكل بلين مثلا 5، نروح على دايناميك بارتيكل يقول لها emit from object. دخلنا الاوبشن بوكس نسوي ريسيت، نقول له بدال اومني نقول له سيرفس عشان نبي على السيرفس هذا، نقول له كرييت اوكي، نزيد تايم لاين مثلا، نضغط بلاي راح نشوف البارتيكل هذا. الحين البارتيكل هذا اذا رحنا على الاتريبيوت بارتيكل شيب، ننزل تحت نغير من بوينت رندر اتريبيوت، نغير من بوينت الى سفير مثلا بس عشان نشوف البارتيكل. اوكي نبي نوقف البارتيكل هني مثل ما هو، نروح على سولفر انيشال ستيت سيت فور سيلكتد. الحين اذا رجعنا من البداية راح يتم مثل ما هو، نقدر نلغي الحين هذه انشان اذا ضغطنا بلاي خلنا نوقف ال كونسيرف خليه صفر عشان لا يتحرك من مكانه. اوكي الحين عندنا هذا البارتيكل، نشرع البارتيكل نروح لفيلد نقول انا بي اي فيلد من هذيل، ممكن نقول نيوتن او راديال. راديال هذا هو الفيلد. رحنا على الشانل بوكس نقول له نبي بدال فوليوم شيب نخليه سفير، سوالنا اياه كبره مثلا بالطريقة. الحين ضغطنا بلاي من راح يتأثر اللي يدش داخل هني، فإذا سوينا هذه الانتركشن حركنا نشوف انه قاعد يتأثر. خلينا نقوي شوي التأثير بالماجنتيود، خليه 150 مثلا، نضغط انتراكشن راح نشوف انه سوى فتحة. دخلنا الكونسيرف شوي بوينت 3 مثلا، نشوف انه قاعد يتأثر. هذا البارتيكل ممكن نسوي احنا غيم، نسوي مطار، نسوي اللي نبيه يعني. نزيد الماجنتيود شوي نزيد كونسيرف 0.75 مثلا، نشوف انه يتأثر.
بارتيكل قاعد يتأثر. هذه الطريقة.